خوفا من موسم جفاف قد يضرب أرضه كما حدث في الموسم الماضي، قرر المزارع عباس صابر زراعة 100 دونم فقط من أصل 500 دونم يمتلكها. ورغم تقليص المساحة المزروعة في أرضه، فإن عباس لم يحصل حتى اللحظة على الأسمدة والمبيدات من دائرة الزراعة. بداية الموسم الزراعي 2021-22 بذرنا من مساحة 100 دونم 40 دونم للتخوف من الأمطار وقلة البذور. الدولة يعني أنا الفلاليح ما عندهم بذور، بس أنا أول واحد بالقرية زرعتنا، أنا عندي بذور شوية مال 100 دونم خلي مال 400، لأن العام ما حصلنا، العام كان موسم الحصاد ضعيف جدا، والدولة ما يعني ما ساعدت الفلاح بولا شيء، ولا بذور ولا سماد. تخوف المزارعين من هذا الموسم الزراعي الأسوأ كما وصفوه جاء نتيجة قلة الأمطار وغياب الحلول الحكومية في تفعيل المشاريع الإروائية، إضافة إلى تفعيل مشروع حصاد الأمطار والذي تعتمد دول كثيرة تعاني نقص المياه عليه في الزراعة. المعروف عند الفلاح ما يزرع إذا ما يصير أمطار، تشوف العج ما تقدر تزرع، يعني هذه السبب. والسبب الثاني دعم ماكو، يعني طن الحنطة وشعير وصل بالمليون. البارحة فلاح راح يجيب سماد، جايب سماد داب 1,400,000، زين هذا شلون يفلح؟ وهذه السنة لحد الآن سبحان الله كل سنة احنا مثل وقد زارعين وخلصين، هذا لحد الآن لا أمطار ولا شيء، شلون نزرع؟ مثلا مشاريع حكومية ماكو ري حتى واحد يقدر يعتمد على الماء السيح، يعني النهار مثل ما مسويين الصعب الجنوب ما عندنا احنا كل شيء. وتمتلك نينوى نحو 7 ملايين دونم صالحة للزراعة، تمتد من قضاء سنجار غربا حتى قضاء مخمور جنوب شرق الموصل، إلا أن الخطة الزراعية قضت بدعم 800,000 دونم تشمل الأراضي المروية والمضمونة فقط. المساحات التي تم دعمها حسب تعليمات وزارة الزراعة العراقية أكثر من 800,000 دونم للمناطق المروية والمضمونة، تم دعمها مستلزمات البذور والذاب والسماد اليوريا. على مدى سنوات طويلة كانت نينوى تتصدر مدن العراق في إنتاج محصولي الحنطة والشعير، لكن قلة الدعم الحكومي لهم وشحة الأمطار عاملان قد يسهمان في تخفيض إنتاجها لهذا الموسم إلى أدنى مستوياته. عمر أزيدي، وان نيوز، الموصل.